وفي العهد القديم أحبائي عم بيتوقعوا وعم بينتظروا مجيء المسيح. فشو المواصفات اللي بيتوقعوها في مجيء المسيح أو في مجيء المسيح؟ أولا أنه من نسل المرأة، أي أنه سيأتي بدون رجل. تكوين 3:15، سيأتي من نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية. ثم بواصل بالكتاب بالعهد القديم بيتكلم عن الميلاد العذراوي. السيد نفسه يعطيكم آية، هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. في العهد الجديد الذي تفسيره الله معنا، فبيتكلم عن الولادة العذراوية. ثم هذا المسيح أحبائي يولد في بيت لحم، وأما أنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ألوف يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. لاحظ الكلام، الذي يولد في بيت لحم، شو بقول عنه النبي ميخا؟ الذي مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. ولما بتقرأ نفس الكلمة في اللغة الأصلية، منذ أيام الأزل، يعني بيتكلم عن شخص لا بداية له ولا نهاية. هذا الشخص هو سيولد في بيت لحم. هل يقدر الله على فعل هذا الأمر؟ طبعا الله على كل شيء قدير.